بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نبينا عليه الصلاة والسلام أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، وحول نبينا عليه الصلاة والسلام وكبرنيا حديث صحيح وصوبنا عليه الصلاة والسلام وليها: فوالذي بنفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. نعسى رواية كالو حوليه وأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عليه السلام وكبرنيا وصحيحة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سبحان الله، حب نبينا عليه الصلاة والسلام، نبي عليه السلام والله جعل هذا إيمانك أيها كمليه، إيمانك أيها كمليه. ولأن عليه الصلاة والسلام حديث جبريل مركي لو يدي جبريل ورسله أن إيمانك يشك، وعلى أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. مركا نعسى الله رميه إيمانك أيها كمليه. سبحان عليه الصلاة والسلام أول جعل هذا إلا إلهي باصود رسله oo risaaladiisa u dhiibtay oo ku sharafay oo umada ka weyneeyay oo sanid waladii aadam ka dhigay. Marka inaad jeclaato iimaanka ay ka mid tahay, inaad asaga jeclaato min al iimaani, haddii nabi sallallahu alayhi wasallam aad jeclaan weydo iimaanka khatar buu ku sugan yahay. Marka nabi sallallahu alayhi wasallam xadiidka abi hurayra nabi sallallahu alayhi wasallam ilaahay baa ku dhaaranay oo leeyahay: allihi baan ku dhaartay naftayda gacantiisa ay ku sugnaatay أحدكين إيمان لجمهرين حتى أكون أحب إليه من والده وولده، إلى أن كجع نفتي سبحان الله ويجع على هذا والدكيس يعرور تقوده. رواية أنا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، معنى أحدكين إيمان حقيقة لجمهرين إلى أن نغضبوني منه كجع عليه، معنى سلام وكجع عليه والدكيس يعرور تيس يهدك الأمان طول. سبحان الله، مرتا واحد سنيسا إنسو من عليه الصلاة والسلام النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، معنى نفت هذا إن هذا السلام أنك جعل الله نفت أن إنسو من عليه السلام أنك جعل الله أولادنا إن إنسو من عليه السلام أنك جعل الله دات كنا ما تمرك ليسو كيرو النبي عليه السلام أحب إلينا من كل شيء. ولذلك خباب بانفيري يمركي للدلي ومكان لقبتي وليب سدي ورنبك إني دلالة دمعين أي هذا مجعلان الله إنه سمع سام ما تقول إنه حريه وأذو أدم حال الله أدم بعده أسوأ وحرق إنه جرى هرمين عند الله مركز سوري والله ما كنا أرتي أسوأ جرو يسجوا إني قضح بده حالك ما هي بني مركز سوري بل فيريا لما كان سيد محمد عليه الصلاة والسلام أي وحول البيوك الجاهلين. ولذلك سيدنا عبد الله عبد الله عمرو بن العاص وحوله نبينا عليه الصلاة والسلام مركي أن رمي كذب إن هي كما أنا بحب لي معنا جلال يوينان يمحب أنا وقوة. ولذلك رواية كانوا حنين سيدنا أبو عمر رضي الله عنه السلام وحول يا رسول الله أنا وحول واكاجي على أولادي إذا خير كيغا مال كيغا الدوية إلا نفت إذا موهي السلام وحول يا أبك يا أبي عمر حتى نفت هذا أذي جعلت مركز لي يا رسول الله الآن وحول واكاجي على حتى نفت إذا النغطة مركز عليه الصلاة والسلام وحول الآن يا عمر مركز إخواني عليه الصلاة والسلام جعل كيسا توحوا إيمانك أيه كمية سهل أيه كمية هذول فنع السلام ونعم رضا هدين تواكب بحياة مركاسي مركا إنا تل هذا مركا مركا غاركوت فلان نبي السلام بوج نعبيه الله واحد دليل هاي سنين نبكى هذا إيه لهذا ستو أريق الطرا هاي قفوا معنا إسلام ذي كسارتي معنا قف أدى شيء بيقول لهم ذي مركا جاءك نبي عليه السلام من ماها أو كريه واحد أفر كشيء غنى إنه قفكم حال الله من بركي هذا القي كريه لقى شيء غيبه وحقيقه أوه جعلك نبي عليه السلام أن جعل له إنه نغضو من أخلاق ذينا نغن كينا هذا الكينا ذا التعامل كينا كل أوكم نغضو وإلا هو حول غنيا جعل محل الأسكى قفوا أسكى شيء غنيا حتى نبي عليه أن جعله إلا نحو قفك قفك وجعله وحو البو سمينه وناقة وأوقد غيره وراعيا وحو البو حماتيه وكان يرادين وهو كان يرانيا لكن هذه جعل كاس نغضو جعل رافك لقى شيء كتي وحو نغنيا جعل أن معنى بدن أن كين كرينين مرك أنا سكوت دينه إن أنا عشان السلام جعل كيسان أنا أولاد برنو أنا قام برنو أنا كعمل فلنو أنا كل شيء غيره تامر كان يلا الدنيا وابد بعدين
آخرنا وبداية آخرنا سمع عليه السلام أيام لك لأن حال الله شرينا أن الله فريسنا أو المجلس كي سجلنا بإذن الله عز وجل برك جعلك عليه السلام برك وحير كيريا قف يوم بدأ ونحرسته ومدى ونح وناقة وسميو خيرك وسميو ومدنا وناقة يا خيرك ولجعله إلى خيرك نوافجيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.